Bella Bersan. Bersan, جات ميلان. جات رمضان. وعلى فردية. وشوماخر. ميلان ميلان. في كرة القدم يسلط الضوء كثيراً على المهاجمين ليسجلوا الأهداف وينالوا إشادة الأنصار ووسائل الإعلام. ولو كان الدفاع تاعك ما يكونش في نهارو، أعرف باللي الفريق تاعك راح يتلقى نتيجة ثقيلة. شعبان مرزقان المدافع القوي ومثال للصلابة والروح العالية في التيران، كما يعتبر واحد من رموز المنتخب الوطني في مونديال إسبانيا 82. زاد شعبان مرزقان في 8 مارس 1958 بمدينة حسين داي بالعاصمة، ووقع في غرام الساحرة المستديرة وهو بعمر 5 سنوات. الحاجة اللي كانت تميزه منذ صغاره هي البنية المورفولوجية القوية اللي كان يتمتع بها. هذا الأمر اللي خلى أخوه الكبير محمد يشجعه باش يدخل عالم كرة القدم، وكان دايما يديه معاه لتدريبات فريق نصر حسين داي. مع مطلع السبعينات مرزقان يخطف الأضواء في أحد دورات كرة القدم للأحياء وينال إعجاب مدرب فريق ديوان حليب حسين داي الكوتش باللامين، اللي عجبو بزاف لو ستيل دو جو تاع شعبان وقرر يضمو الفريق الاصاغر. والتم لعب مرزقان كمهاجم في بدايه الموسم، بصح مدرب الفريق قرر يغير له المركز ديالو ويلعبو في قلب الدفاع. هذا لو شونجمون تكتيك راح يخلق من مرزقان واحد من ابرز المدافعين في القاره السمراء، وبعد مرور موسمين بطل ملحمه خيخون يلتحق بفريق القلب نصر حسين داي ويلعب اول مباراه ليه مع فريق الاكابر سنه 1974 وهو بعمر 16 سنه برك. موسم سنة 1977 قلب الأسد مرزقان متواجد في التشكيلة الأساسية تاع الملاحة اللي راح تلعب نهائي كأس الجمهورية ضد فريق شبيبة القبائل. بصح في الدقيقة الأخرى مرزقان ما يشاركش في المباراة بسبب رفض مدرب فريق الأواسط آنذاك تسريحه. هذا الأمر اللي خلى النصرية تخسر النهائي ودفع بإدارة النادي أنها ترسم لجون مرزقان بصفة رسمية مع فريق الأكابر. 1978 مرزقان يلعب لأول مرة في مسيرته مسابقة قارية وقدر يساهم بشكل كبير في تأهل الملاحة لنهائي مسابقة كأس الكؤوس الإفريقية كأول مشاركة في تاريخ الفريق. الموسم الكروي لسنة 1979 مرزقان يسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي نصر حسين داي بعد أداء مميز والتتويج لأول مرة بكأس الجمهورية بعد الفوز على فريق شبيبة القبائل بنتيجة 2-2 بفضل أرمادة من اللاعبين على غرار علي فرقاني، رابح ماجار، مزيان إيغي وغيرهم من اللاعبين. في نفس الموسم المدافع الصلب مرزقان يشارك مع الفريق الوطني في دورة ألعاب البحر المتوسط بيوغوسلافيا، يقدم مستويات قوية جدا رغم إقصاء المنتخب الوطني في الدورة النصف نهائي على يد المنتخب المضيف بعد مباراة مثيرة للجدل. جوان 1982 مرزقان يقدم أداء عالمي في مونديال إسبانيا ويلقن هجوم المنتخب الألماني درس قاسي في أبجديات كرة القدم. هذا الشيء اللي خلى الصحافة العالمية في هذاك الوقت تطلق عليه لقب بيكنباور الكرة الجزائرية بعد حصوله على جائزة أحسن مدافع في المونديال بفضل قوته ومهارته الكبيرة في الدفاع، كما صنفوه المختصين والمحللين الرياضيين هذاك الوقت بأنه مثال رائع للمدافع العصري بعد ظهوره المميز في مونديال إسبانيا. الجميع كان يترقب توقيع بيكنباور الكرة الجزائرية في أحد النوادي الأوروبية الكبيرة، بصح بحكم القوانين آنذاك وبعد سلسلة من الخلافات مع مسيري النهد مرزقان يوقع سنة 1983 مع فريق ديناميكية البناء اللي كان معروف هذاك الوقت باسم الدينسي ويلعب معهم موسم واحد فقط قبل ما يقرر الرجوع لفريق القلب ويكمل معهم مسيرته الكروية إلى غاية اعتزاله سنة 1989. بصح رغم اعتزاله شعبان ما بعدش على الميادين وخاض تجارب عديدة في التدريب مع العديد من الأندية على غرار شبيبة ميلا وداد المسيلة ونصر حسين داي اللي حقق معهم الصعود في موسم 2011. وانتم ما في رايكم، هل اللاعب الجيد يقدر يكون مدرب ولا مسير جيد؟